مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية. اليوم أصبحنا بمدينة كاندي وما شاء الله من أول ما قعدنا ومثل ما شفتوا المنظر من هني مو طبيعي من فندق هيلز ريجنسي. تونا قاعدين من النوم تقريبا الحين الساعة 8، هنروح نفطر وبعدها نتجمع إن شاء الله مع الشباب وبعدها إن شاء الله ننطلق لرحلاتنا اليوم. هذا مطعمهم ما شاء الله كبير، بس تعال خليني اوريكم الاطلاله الخارجيه برا. يعني تخيل تيب فطورك وتقعد هنا برا بهذا المنظر. شوف المكان ما شاء الله رهيب، فطورهم مبين عليه متنوع وفي اشياء وايد. هلا بالحلو، صبحك الله بالخير يا سعود، كيف حالك سعود رفيق الغرفه؟ الله يعطيك العافيه. صبحك الله بالخير يا احمد. شلون كانت النومه؟ الحمد لله. يعني الافطار كذي مع المنظر هذا ولا احلى، يعني صدق من قالوا الماي والخضره والوجه الحسن. الله يعطيك العافيه. متاكد. صبحك الله بالخير السلم، شلونك؟ عساك طيب. كاميرتي مقابل كاميرتي. ايه اليوتيوب مقابل السناب. شلون النوم امس؟ والله النومه لك عليها لان نايمين متاخر. بس والله حتى لو انت في هالتعب كله تشوف الاجواء الجميله تصحصح كذا. اي والله صدق الصراحه الفندق عجيب. اي والله جميل. شوف هذا شو مسوي؟ وات ذس؟ وات يو دوينج؟ شنو هذا؟ استخف وقعد. صيني ها؟ تشاينيز. بدلنا شي شوي وتجمعنا مع الشباب، كل واحد راح لسيارته وماشيين الحين الى الحديقه العامه، حديقه كاندي العامه. صبحك الله بخير يا سالم. ابو زهور شلونك؟ عساك طيب. الحمد لله. شلونك؟ والله بخير الحمد لله. وصلنا الحين الحديقة العامة، حديقة كاندي مع الشباب، بس ناظرين نقطع التكت. التكت الواحد قبل كان 1100 لكن الحين صار 1500 على شخص، فتقريبا كل سنة عن سنة يمكن يزيد شوية بالأسعار وأسعار التكت. شنك مو مقصر، قاعد يوزع تذاكر ويعطي الكتالوج مال الحديقة. قفهم هذا الأطفال جايبينهم من المدرسة عشان يجون الحديقة هني. سالم. طبعا المكان جدا كبير ورهيب. جيت انا قبل كذا مرة، راح تشوفون الحين. احنا كنا جايين مع بعض مع الاطفال. بعد صدق تعال عندنا عندنا سالم معلم ها يعرف لهم. تذكروني بطلابي ابتدائي. من اول ما جيت سريلانكا امس وانا يعني حاسس بشيء غريب، ان عدد السياح قل عن قبل. لما سالت عن الموضوع قالوا انه بسبب الفيضانات، توها كانت قبل فتره اخيره، يعني يمكن قبل شهرين اتوقع، فبسبب الفيضانات هذه قلت السياح شويه، فتوقع هي على طول كذي تصير نفس الطريقه هذه ويردوا مره ثانيه. المنظر قدامك خطير يا سالم. اي والله انه خطير. ايه خطير. شوف 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 قدامك شلون صاير. قلت لهم عن اللي لابسين ابيض ريهال. ايش فيهم؟ ما قلت لهم القصه انهم لازم يلبسون ابيض عشان يروحون. اي عشان يعني اي بحق من المعبد، من عاداتهم هني البوذا انهم يلبسون ابيض، يعني يعبر عن السلام وعن السكينه بس. أيه. ما سمعنا يعني فعلا. أيه. فهم كل اجازه لما يروحون المعبد يلبسون ابيض، الصغار الكبار. أيه. يجهزون. واليوم واليوم اجازه، اليوم شنو اليوم؟ اليوم سبت. امسي مع اليوم سبت، اليوم احد. لا احد احد. ولا ادري ضايعين يا جماعه شوي. شوف 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 التجاره شلون صايره؟ رهيب صح؟ ايه شوف سبحان الله شلون جايه ونازله بهني. الاجواء مو طبيعيه، ولا ايش رايك يا سالم؟ صدق جو رهيب والله. شوف الخضار خيالي بالواقع. اي والله صدق، وبراد بعد، النسيم حلو. اي والله الطريق هذا من هني الصراحه رهيب، يعني جيته كذا مره بس والله العظيم لما تشوفه ترتاح نفسيا. الجو ما شاء الله صار مطر كذي رذاذ خفيف وبراد والاجواء ناريه صدق عجيبه. اذكر بهذا المكان اخذت صوره عبيطه هني قبل، وهذا الكشك ما كان موجود. جيت عند هذا المكان الحين اللي واقف فيه سالم هني. سعود سعود شو تسميه؟
تصوير شنو هذا؟ فاشينيستا. فاشينيستات؟ يا الفاشينيستا. نفس الجسم ها سالم؟ جسمك والشجرة شوف. تشبه وجهك وانت تصاد. بس هي احلى هي. تشبه وجهك. هذا الجزيرة يسمونها جزيرة الفيل، إن شكلها نفس جسم الفيل وحتى نفس رجل الفيل من تحت. الطريق هذا مني عجيب، الكل قاعد يصور فصج ما يتطوف. الله حلو. سعود تقول هذه تقول هذه أحلى من الهايد بارك. والله العظيم أحلى من الهايد بارك. شوف هذا شلون، هذا الورق مالها شلون صاير. ها تبي تصور؟ والله لا تعليق. تبي تصور؟ صور معي. يلا تصور الفاشينيستا عادل. يعني سبحان الله شوف شلون، يعني الشجر جنب بعض وكلهم رايحين كذي على نفس المستوى. سبحان الخالق. نيم ما شاء الله. طوبة. طوبة. You are from candy? From here, huh? Okay. يا جماعة شوف المكان بس. شيء يفتح النفس. الشباب فالينها. والله كل ما صور لي. شوف خروف. لا لا ترى يطق يا جماعة. والله جول والله جمع. والله جمعهم كلهم علينا. قاعد يدافع عن اهله هذا شفته. شوف الصراحة جميلة مع الشباب الأجمل والملك شيك قاعدة حلوة هني. وشوف المنظر هني بس. ايش رأيك بالملك شيك؟ روعة. كل شيء روعة هني، كل شيء حتى النفسية. من يذكر هذا المكان قبل هني؟ كنت قاعد بالضبط بنفس هذا المكان ونسيت تليفوني تغطيتي قبل سريلانكا. لما جيت صينية كانت قاعدة هني وعطتني اياه. خلصنا من شوف الغراب الحديقة. الغربان هني بكل مكان موجودين. حجمهم هالكبر. شباب ايش رايكم بالحديقة؟ حديقة ما تمل صراحة، ما تمل. افضل ما يكون، افضل الاماكن. روعة والله روعة. انبسبل انبسبل. بس هاي شنكة. الحين بعد ما خلصنا من الحديقة العامة كاندي متوجهين ان شاء الله الى جنة الدنيا على ما يسمونها العرب، اللي هي بحيرة سمبواتا على جبل الكادوا. تقريبا how many minutes؟ here to 45 minutes. 45 دقيقة تقريبا، فما بقينا شيء. نزلنا هذا الحي مسلم هني، كلهم مسلمين، عشان ناخذ منهم لحم ونسوي الكبسة بعد شوي. هذا كبير هني، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. هذه ريحة السمك تقول عنها، هذا المجفف. ريحة الربيان. اي والله مجفف. الموز هذه ناشفة. ناجحة. عندك بعد ترى هم هذاك اللي اصفر حيل هذاك. موزهم هذا. يعني مع انه صغير كذي بس والله سويت صدق. الكبسة ناطرتك يا سالم. يلا توكلنا على الله. الحين وصلنا هني جبل الكادوا وخلاص الطريق راح يكون كله صعود. This is الكادوا ها شنكة؟ yeah. الكادوا. بعد ما وصلنا هني فوق راح نركب التوك توك كلنا، كل واحد ياخذ له توك توك، مو كل واحد، كل ثلاثة بتوك توك ونروح نصعد جنة الدنيا فوق. ها يكفي؟ عاد شوي ونجي. اوكي باي. باي باي سي يو تومورو. سي يو. ايوه يا شيخ. هذا الشغل العدل. ايوه والله. عطها. السلام. شوف الطريق، شوف الطريق بس. اكشخني اكشخني. سوي مساج، سوي سوي مساج. ايه شغل؟ مساج؟ توقف هني بسيط عشان المنظر الخطير من هني. والله خطير. اهم شيء اوراق الشاي اللي نشوفها لدرجه هذه كلها مزرعه شاي. بالضبط احس ريحه المكان لبتون. والله صدق والله ترى شم. والله صدق بتشم ريحه شاي. يلا يا شباب جنه الدنيا نظرتنا فوق هناك. يلا هذا هني مكان تذكره، تدفع تذكره الشخص 1000 روبيه قبل لا تدش. ايه شنو هذا؟ شنو هذا؟ والله العظيم والله ما شاء الله. ايش رايك؟ والله حلو ما شاء الله. اقسم بالله العظيم وبكتاب. شوف المنظر، شوف 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 المكان. تصعد كذي من تحت هناك ما تشوف شيء، تي توصل هني. هذه هي البحيره. تقدر تفرج كذي حوالين. ان شاء الله راح ناخذ لنا جوله الحين فيها. يعني تخيل انت الحين قاعد تتمشى حوالين البحيره هذه وعلى يمينك ويسارك النبتات الشاي،
فتخيل والجو لطيف والجو لطيف والجروب ألطف. يا سلام. بس شوف لا يا سعود لا لازم نسوي العرضة بعشوي بما انكم اكثرية سعودية فنلعب العرضة السعودية. نلعب ذبكة ما عليك. عندهم مسبح هنا مسبح عام وهذاك شكله قاعد يصلي. لا ترى ما تكفيني صدق ما تكفيك. لا ما خله صار فيك. ايه روح يلا يا شباب يبينا قاعدة هني. ها شوف المكان بس قسم بالله خرافي. يلا خلنا نصعد. تعال يا شباب هني شوف القاعدة. شوف المنظر بس. ها تخيل تروح الدوام ولا شيء بالطريق هذا. شوف المكان تراب والله. اي راسك في تراب هني. جماعة الطريق من هني مو طبيعي. شوف المكان. يلا دلواكم ما شاء الله قاعد فوق كذي لحظة استرخاء. ها شو تفكر فيه؟ أبد ما في كلام ما في معلومة. باقي الشباب لحد الحين هناك قاعد يتمشون ورايحين الحين تقريبا هم يسكرون يمكن الساعة 6 توقع 6 المغرب هني خلاص. لا قال 6 ونص. لا قال 5 ونص أو 6 اي عشان كذي قاعد ينادوننا هم. يلا 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 كل واحد على تيك توك ماله. يلا ليتس جو. نزلنا تحت هني تقريبا عند مركز التيك توك لما اخذنا في شلال والشلال لما تدشه لازم تدفع 300 روبية حق الشخص الواحد. جينا مني والشلال هذا كذي يشوف من فوق وقعدتنا. هلا شنو؟ شوف قاعد اشوف الطبخ هني. ها شنكه هاوز ذا فود ستيل كوكينج. ها يس 10 مينيت 10 مينيت 10 مينيت والله شكله مضبطنا. يلا ان شاء الله يطلع زين. خل نروح الشلال. يلا يلا شينا حبيبي. يلا تاخرت على الشباب راحوا للشلال وانا قعدت لاني رديت مره ثانيه. لقوني عائله خليجيه ويقولون نبي تكفى نبي المطاعم الحلال. فوديت ونزلتهم تحت حق السايق مالنا شنكه عشان بس يدليهم ويعطيهم الاسامي مالت المطاعم الحلال الموجوده هنا لانه يقولون مو قادرين يتفاهمون مع السايق حقهم لانه ما يتكلم عربي وحتى يقولون ما ادري مو واثقين فيه. يعني الطريق صعب بس اخيرا وصلنا وهذا هو الشلال. هذول هم الشباب. شوف الشلال من وين جاي من فوق. الله 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 شنو هذا. خلفية ها أحلى خلفية. روح ايه عاش بركة هذه. يلا يا شباب العشاء العشاء. ها شباب شلون الأكل؟ قاعد اشم ريحة صراحة سنعة والله ان ريحة جميلة. ايه صار الدنيا ظلمة قمنا شغل ليت التليفون. يلا بالخمس يلا بسم الله يلا بالعافية يا شباب. الحمد لله خلصنا صار الدنيا ظلمة وشغالين على ليتات التليفون. شو رايك بالاكل يا سعود؟ والله ما شاء الله والله العظيم طلع طباخ صح شنكة ما شاء الله عليه كبسة وشاي وشغل عدل. يعني صراحة أنا جيت لسريلانكا عدة مرات وكل مرة أقول هذه أحلى من الثانية وتجربة الجروب هذه جديدة علي فأنا عمري ما سافرت مع أكثر من 2 وهالمرة مسافر مع 6 أشخاص لكن 6 أشخاص شقردية على قولتنا بالكويتي اللي هي معناها ناس زلم رجاجيل. فالصراحة الجروب خيالي يعني قاعد نضحك مع بعض كأننا ربع من زمان ما شاء الله علينا. حطيت هالفكرة ببالي من الحين إن شاء الله راح أسوي جروب ثاني قريب لدولة ثانية فأبيكم تقترحوا لي أي دولة أنتم تبون نسافر لها جروب مع بعض
حطوا لي تحت بالكومنتات. وبنهاية الفيديو هذا لا تنسون طبعا تعطوني اللايك وتابعوني، بس اضغطوا على المدورة هذه على قناتي وتابعوني، طقوا عليها واضغطوا اشتراك، ولا تنسون بعد تتابعون فيديوهاتي هذه اللي طافت وهم تعطونها بعد لايك. واشوفكم بفيديو جديد احلى واحلى ان شاء الله، ومع السلامة.